شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد المستشار المحترم. لا غير باش نجيو نقولوا هكا بهذه الطريقه بانه ما كاين حتى شي حاجه. انا يبدو لي تنبخصوا العمل ديال البلاد ديالنا، ماشي ضروري ديال هذه الحكومه، ديال الحكومه عجت ولا الحكومه اللي قبلها، ولكن الحكومات السابقه اللي اشتغلت. كان برنامج ديال الانجاز على الصعيد القروي بي ان ار 1 اللي تنجز اكثر من 95% فيه الى حدود 2005، وجا البرنامج الثاني ديال العالم القروي السيد المستشار المحترم اللي هو الى حدود 2015 اللي فيه هاد السنوات واللي كان فيه 15000 كيلومتر. تنجز شحال السيد المستشار المحترم؟ تنجز حوالي 13800 كيلومتر، وبقات تقريبا 1200 كيلومتر اللي هي طريق الانجاز خلال 2016 و2017. اذا هذا البرنامج العالم القروي اللي تتقول انت ما كاين فيه والو، غير في البرنامج الثاني راه تنجز هاد 13800، وهاد 1200 راه في اطار الانجاز السيد المستشار المحترم. وعندنا التفاصيل ديال الانجاز بالنسبه اللي تيقولوا ودي ما كاينش انجازات، التفاصيل بكل الاقاليم على حسب النسبه. واذا كانت عندكم النسبه نبدا غير باكادير اللي هنا ا، كانت عندنا في 2005 47% ديال الولوج الى العالم القروي في الطرق، في 2016 عندنا 85%. هذا كان نموذج، نجيك النموذج الاخر زاكوره كانت عندنا 55 في 2005، عندنا 84 في 2016 ديال النسبه ديال الولوج، بمعنى انه المعدل اليوم ديال نسبه الولوج للعالم القروي هي 79 80% تقريبا، باقي 20% البلاد ديالنا تعلمون كيف هي وشنو هما الموارد اللي عندها في هذا المجال. ونحن نجتهد على اساس انه في اطار بينر 3 ان شاء الله رب العالمين اللي بدينا التفاوض فيه مع الجماعات على اساس اننا نشوفوا الاولويات باش نوصلوا لاكبر نسبه ممكنه خلال الخمس سنوات المقبله. شكرا سيد الرئيس. السيد الرئيس، انا ما قارنت لا مع اسبانيا ولا مع البرتغال ولا مع المانيا، انا تنهضر على الواقع ديال المغرب. والذي يقول على اننا ما درنا والو مخطئ، واللي تيقول على ان الانجاز 100% مخطئ. انا تنقولوا اليوم في المغرب بلد اللي هو الحمد لله في طريق النمو، واللي تيحاول على انه ياسس الامور اللي هي مرتبطه بالعالم القروي، وانه بالفعل يعطي الوسائل المجال ديال التنميه للعالم القروي ويتقدم، وتنعطي نسب اللي كلشي الان مجتمع عليها. اما ان ناخذ حاله او حالتين او 10 حالات ولا 15 اللي هما بالفعل كاينين، الطرق ديالنا في عديد من المناطق القرويه لا تشرف. حنا قلنا بانه الاشكال السيد المستشار المحترم هو انه عندنا اليوم تحدي، بقدر ما هناك تحدي انه الفلوس اللي كاينين في الميزانيه نمشيو نديروا بهم طرقان جداد، بقدر ما اليوم ذاك الراس مال اللي عندك ديال 250 مليار درهم ديال الطرق خاصك دير له الصيانه. في 2000 كانت النسبه ديال الطرق حسنه ومتوسطه 66%، بقات هابطه من 2000 حتى 2012 هبطت توصلت 53%. من 2012 وهي ماشيه باش وصلنا للنسبه ديال 59% ديال 60 اللي تنتكلموا عليها، بمعنى انه ربحنا 7 نقاط خلال هذه 4 سنين اللي دازوا، وتنحاولوا اننا نوصلوا لمستوى احسن خلال السنوات المقبله. شكرا سيد الرئيس.